أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفتي الباحثة بالشؤون الأسيوية دكتورة نورة المجيم. حيا إن شاء الله معنا. الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم. إذن مشاهدينا بعد الفاصل كالعادة نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار، وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سوياً من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت. الصحافة المحلية مشاهدين أبرزت ماشيتات وأخبار افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، ونبدأها بخبر من صحيفة القبس حول تأكيد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أن المرحلة الجديدة مليئة بالتطلعات ولا مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، مشددا إننا لن نسمح بأن تظل الرؤية وتختلط الأمور. وقال سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة أمس على النواب التعاون مع الحكومة لإزاعة كل أسباب الاحتقان ومنحها مهلة للإنجاز، ثم استخدام الأدوات الدستورية برشد، مطالبا بتعزيز الرقابة والتشريع بما يحقق التطلعات وإنجاز المتأخر من التشريعات والارتقاء بالخطاب البرلماني. ولخصت القبس الرسائل الأميرية التي وجهها إلى النواب وهي: تعاونوا مع الحكومة لإزاحة كل أسباب الاحتقان، عززوا الرقابة والتشريع بما يحقق التطلعات، امنحوا الحكومة مهلة للإنجاز، ثم استخدموا الأدوات الدستورية برشد، ارتقوا بالخطاب البرلماني لتبقى الكويت نموذجاً، راعوا العدالة الاجتماعية في مقترحاتكم والحفاظ على ثروات الوطن، انجزوا المتأخر من التشريعات وقدروا المواقف بمسؤولية، الممارسات غير المسؤولة محل استياء وعقبة أمام الإنجاز. يعني جملة من الرسائل الأميرية في افتتاح دور الانعقاد يوم أمس، قراءتك لكلمة سمو نائب الأمير وولي العهد؟ نعم، كلمات سمو ولي العهد والأمير أيضا جميعها تصب في أن تعاونوا عززوا استبشروا، كلها تدعو إلى الأمل والتفاؤل والعمل جماعي بجدية نحو إنجاز لدولة الكويت بالتعاون بين السلطتين بعيدا عن الأزمات نحو مصب واحد وهو مصلحة الكويت، إصلاح نحو الإصلاح السياسي والتشريعي والقضائي وجميع القضايا الساخنة اللي كانت مطروحة والتي تهم الشعب الكويتي، ونحو مزيد من الإصلاح الاقتصادي، جميعهما يهدف إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار للجميع وللإنجاز لدولة الكويت. نعم دكتورة، نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة الشاهد التي عنونت سمو نائب الأمير على مجلس الأمة إزالة الشوائب، لا مجال للصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية لمستوى الآمال والطموحات، نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت.
وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الرأي: سمونا أبي الأمير، لن نسمح بأن تظل الرؤية وتختلط الأمور. سموه أكد أن لا مجال لهدر الجهد والوقت في الصراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات. سمو رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة سيكون واقعيا وقابلا للتنفيذ. وفي صحيفة الوسط نقرأ هذه العناوين: سمونا أبي الأمير، لا مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات. سموه افتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة. تزكية أحمد السعدون رئيسا وانتخاب محمد المطير نائبا للرئيس. مجلس الأمة يوافق على مد دور الانعقاد حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في الخارطة التشريعية. خبر آخر مشاهدينا في صحيفة النهار حول تأكيد رئيس السن في مجلس الأمة النائب مرزوق لحبيني أنه لا بد أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم. أيضا في نفس هذا الإطار كتبت صحيفة الصباح هذا المانشيت: النواف، لا جدوى للنهج الديمقراطي إلا بوحدتنا على كلمة سواء. إذن برأيك دكتورة نورة، كلمتا رئيس السن وسمو رئيس مجلس الوزراء يوم أمس تضمنتا الكثير من الرسائل، أبرز تلك الرسائل. تؤكد بقوة على ضرورة تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو السير في مشاريع وإصلاحات سواء على الجهة السياسية والاقتصادية وحتى القضائية، جميعها تؤكد أن لابد أن تكون المرحلة المقبلة نحو الإنجاز وإنجاز مشاريع. يعني الكويت لها خطة 2035 تريد أن تسير نحو استكمال هذه الخطط والمشاريع، والآن يأتي مجلس الأمة ليؤكد على ذلك من خلال كلمة رئيس السن ورئيس مجلس الأمة، وإن شاء الله نحن متفائلون نحو الاستقرار ونحو الإنجاز بإذن الله. نعم، نذهب إلى صحيفة الجريدة مشاهدينا التي تناولت تفاصيل الجلسة من خلال هذا المانشيت: السعدون رئيسا بالتزكية والمطير نائبا والطشة أمينا للسر والحويلة مراقبا. إذن كيف ترين مستقبل العلاقة بين السلطتين خصوصا بعد جلسة الافتتاح يوم أمس؟ نعم، مبشرة بالخير نحو أن يكون هناك بعيدا عن التأزيم يكون هناك في نوع من التعاون بين السلطتين بعيدا عن أي نوع من التأزيم اللي شهدناه فيما سبق. الكويت تحتاج في المرحلة المقبلة إلى العديد من أن يكون هناك تضافر بالجهود والتعاون بين الجميع المؤسسات والقطاعات والسلطات، وإن شاء الله أرى أن إحنا يعني كما قالت الصحف والعديد من وسائل الإعلام أن هناك نوع من الاستقرار. يعني إن شاء الله نأمل أن يعني يخدم مصلحة الكويت وشعب الكويت بإذن الله. نعم، نذهب نتحول معك دكتورة ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة الأنباء التي تناولت خبرا حول موافقة اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية 99 المنعقدة بالرباط في إطار الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب على مقترح الكويت عاصمة للإعلام العربي 2025 الذي تقدم به ممثل الكويت في اللجنة الوكيل المساعد في وزارة الإعلام مازن الأنصاري. إذا نتحدث على دلالات هذه الموافقة من وجهة نظرك للكويت. نعم، الكويت لها مركزها وقد قامت في دعم لجائزة التميز الإعلامي ورعايتها لذلك خصوصا في مجال البيئة والتنمية المستدامة. الكويت دائما هي سباقة ونشطة في عملية تلك الدعم ولها مجالات عديدة وقد برزت إعلاميا في ذلك، وكان هذا نوع من التكريم ودعم لدولة الكويت. نعم، إذن دكتورة نورة والسادة المشاهدين مستمرين معكم في ماشية الصحافة، لكن بعد هذا الفاصل أتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية.
تسرعوا في تقديم مقترحاتكم العادلة الاجتماعية، وأن تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم، مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها، وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية، فضلاً عن إنجاز المتأخر من التشريعات التي تهدف إلى صالح البلاد والعباد وتسريع الخطى لتحقيق تطلعات وأمال المواطنين والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع معطيات المواقف وتقديرها بما يتماشى مع مصالح وطننا العزيز. إذن مشاهدينا نبدأ معكم بالصحافة الدولية والعالمية، بالتحديد من الجارديان البريطانية التي نشرت خبر فلسطين بعنوان مسلح فلسطيني يقتل 4 أشخاص على الأقل في الضفة الغربية. قال مسعفون إسرائيليون أن مهاجما فلسطينيا فتح النار على محطة وقود بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، في حين استمرت أعمال العنف في تعكير صفو الأراضي المحتلة. وقتلت القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الاثنين شابا فلسطينيا زعمت أنه ألقى قنبلة حارقة على جنود على الطريق سريع بالضفة الغربية في بلدة حسان الفلسطينية غربي بيت لحم. إذا نتحدث هنا تحديدا عن صحيفة الجارديان دكتورة نورة، جارديان لم تذكر أن القتلى مستوطنون، وأيضا بأن هذه العملية سبقتها أيضا عملية سبقتها أيضا جريمة صهيونية في جنين. نتحدث عن هنا عن أي إعلام ممكن يعني أن نتحدث عنه هنا؟ هذا ليس بالغريب على الإعلام الغربي. الإعلام الغربي دائما هو مغيب وبعيد عن المهنية الأخلاقية في عملية، وهي ممنهجة أيضا من السلطات الاحتلال الإسرائيلي. الكثير من القضايا مرت من فترات سابقة كانت هناك بروباغندا إسرائيلية تقوم بمغايرة الحقيقة أمانة، كما حدث في حي الشيخ في إحدى القرى الفلسطينية، كان موضوع جرح. نعم، عندما قاموا بطرد الفلسطينيين من بيوتهم صوروا ذلك بأنه هو عملية إخلاء قضائي، وهو صراع بين مستأجر، وكان ذلك بعيدا عن الحقيقة، وهو أساسا ممنهج وتطهير عرقي وعنصري من سلطات الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني. فدائما الإعلام الإسرائيلي موجه بما يخدم مصلحتهم، فهو يغاير الحقيقة ويدعم ما يقومون به الآن من تصاعد في عملية الاغتيال لاتجاه الشعب الفلسطيني. نعم، أيضا نذهب إلى نفس الموضوع لكن من صحيفة أخرى وصحيفة فلسطين، حيث نشر تأكيد حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن العملية البطولية التي سطرها أبناء القسام في ضفة العياش هي ثأر لدماء القادة الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في غزة، وردا على جرائمه بحق المسجد الأقصى المبارك وعدوانه على نابلس وجنين. وأوضحت أن على حكومة الاحتلال أن تدرك أن استمرارها في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا في القلب منها المسجد الأقصى المبارك سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقضي مضاجع دولتهم الهشة وتحيل ليل جنودهم ومستوطنينهم إلى كابوس. ذكرت مشاهدينا صحيفة القدس بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أمر مساء أمس الثلاثاء بتكثيف عمليات قواته في الضفة الغربية في أعقاب مقتل 4 مستوطنين قرب مستوطنة عييل القريبة من رام الله. وبحسب متحدث عسكري إسرائيلي فإن هاليفي أوعز بتكثيف عمليات الاعتقال حسب الحاجة في مناطق الضفة الغربية، كما أمر في أعقاب جلسة تقييم بتعزيز القوات العسكرية خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية. إذا نتحدث
هنا عن الضفة الغربية، ماذا ينتظرها من عدوان؟ هناك تصعيد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه جميع المناطق شمال الضفة الغربية، كما أيضا صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بأن هناك خطوط حمراء ولا بد أن يكون هناك تعزيزات عسكرية في تلك المناطق. أعتقد أن نحن متجهين نحو تصعيد أكبر، لذلك والعديد من القتلى الفلسطينيين أمانة. إسرائيل هي تقوم في عملية ممنهجة نحو استكمال مرحلة الاستيطان لتلك الدول ولتلك المناطق عفواً، وبنفس الوقت هي تريد أن تستكمل مخططها كاملاً وتقوم بعمليات الدمار لتلك البيوت وتشريد الشعب الفلسطيني، محققة في ذلك في غايتها أن نحن ندافع عن ممتلكاتنا. أمانة هناك أظن أن الموضوع لا يبشر بالخير، أن المزيد من التصعيد يؤدي إلى العديد من الضحايا والقتلى من الجانب الفلسطيني أمانة. نعم. دكتورة نورة، نذهب إلى موضوع آخر وتحديدا في صحيفة لوموند التي عنونت فرنسا عازمة على دعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو. بحث اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزي إمكانية انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي الذي استبعدته حتى الآن باريس وبرلين وواشنطن، ولكن دافعت عنه دول وسط أوروبا مثل بولندا ودول البلطيق. تهدف هذه المبادرة الفرنسية إلى زيادة الضغط على روسيا في حين أن الهجوم المضاد الأوكراني يواجه صعوبات. وفقا لمعلومات لوموند، فإن مجلس الدفاع الأخير الذي اجتمع في 12 من يونيو في قصر الإليزي فحص إمكانية عضوية أوكرانيا المحتملة، وهو خيار ينظر إليه الآن في باريس كضمان أمني في حد ذاته، لأنه من المحتمل أن يثني روسيا عن الاستمرار في الحرب أو لمنع أي عدوان جديد. إذن برأيك دكتورة، ما الذي يدفع الجانب الفرنسي إلى الذهاب إلى هذا الخيار، وما قدرتها أيضا على إقناع الأطراف الأخرى في الناتو لدعم هذا القرار؟ الدعم الفرنسي هو مرتبط بأجندة استعمارية قديمة لفرنسا، بنفس الوقت فرنسا تريد أن تحقق ما خسرته في الساحل الأفريقي من عديد من الدول في الفترة السابقة، منها بوركينا فاسو ومالي وتشاد أيضا. تريد أن تعزز هذا الدعم في أوكرانيا ما يخدم مصلحتها القومية وتأكيدا لمصلحتها، يعني فرنسا انعطفت أمانة وهي الآن تريد الاستقلال من يعني من تقريبا من جميع الدول الأوروبية. من بداية الأزمة الأوكرانية هي تقوم وتباشر مع الجانب الروسي في أن يكون هناك حلم يعني حل سلمي لتلك الأزمة في المقابل ما يخدم مصلحتها القومية. يعني هي تتحرك فرنسا فيما يخدم مصلحتها. جميعنا نعلم أن جميع الدول الأوروبية لها مصالح في أوكرانيا. نعم. يعني هي تعتبر سلة الغذاء الأولى، فجميع يريد أن يحافظ على مصالحه واستثماراته، والجميع متخوف، ولذلك نرى الآن جميع الدول الأوروبية وخصوصا الكبرى تقود إلى التسلح، والتسلح بكميات وميزانيات كبيرة. والجميع يبتعد عن الحلف الناتو ويستقل أمانة في يعني كثير ما نراه من كثير من الدول الأوروبية، ومن بينها تبرز فرنسا أيضا، وتؤكد عليها ألمانيا في هذا الموضوع في دعمها لأوكرانيا. نعم. نذهب إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي نقرأ فيها: بكين تخطط لإنشاء قاعدة تدريب جديدة في كوبا لرفع احتمالات وجود القوات الصينية على أعتاب أمريكا. سألت وول ستريت جورنال وزير الخارجية أنتوني بلينكين خلال زيارته للمملكة المتحدة أما إذا كانت الأنشطة العسكرية للصين في كوبا قد نوقشت مع الزعيم الصيني شي جي بينغ عندما التقيا يوم الاثنين، وذلك على خلفية تفاوض الصين وكوبا من أجل منشأة تدريب عسكري مشترك جديدة في الجزيرة، الأمر الذي أثار مخاوف في واشنطن من أنها قد تؤدي إلى تمركز القوات الصينية وعمليات أمنية واستخباراتية أخرى على بعد 100 ميل فقط من ساحل فلوريدا.
إذا دكتورة نورة، أنت متخصصة في الشأن الآسيوي وتحديدا هنا الصين على اعتاب يعني أمريكا ربما قريبا بخصوص يعني التقائها مع كوبا، أي عواقب استراتيجية على الأمن القومي الأمريكي بشأن هذا التقارب، وماذا بإمكان واشنطن فعله لوقف هذا التقارب؟ الولايات المتحدة الأمريكية هناك تخوف وزعزعة من قبلها لوصول بكين وتفاوضها الآن مع كوبا لإقامة قاعدة عسكرية مهمة ومشاءات أيضا وإقامة مناورات عسكرية في منطقة قريبة 160 كيلومتر تقريبا من ولاية فلوريدا. فتحاول الآن الولايات المتحدة أن تهدئ الوضع مع بكين بخصوص موضوع تايوان، وتحاول عرقلة تلك الصفقة لهذا الوقت الحالي أن لا تقيم تلك الصفقة. أعتقد هناك متخوف كبير لأن الصين كما نراه الآن في كثير من هناك صعود كبير للصين سواء في الشرق الأوسط وفي تحديدا في منطقة الخليج العربي وما تقوم به على المرحلة السياسية، وأيضا في حل أزمة الأوكرانية الروسية وفي العديد من القضايا، وهي نجحت بذلك أمانة في الكثير من القضايا أن تكون بقوة متواجدة. الولايات المتحدة هناك في علاقات محتدمة مع الصين، ولكن تريد الآن تهدئ الوضع لأن تلك المنطقة مهمة جدا تعد من قبل الولايات المتحدة. أعتقد قد تفشل الولايات المتحدة في أن تعرقل تلك الصفقة. وبالنسبة للجهة الصينية هي مستمرة، هي عندها خطط واستراتيجيات في جميع المناطق دول العالم وهي تسير عليها، وهي الآن تتفاوض وأعتقد أنها قد تنجح في التفاوض وإقامة قاعدة عسكرية مهمة في تلك المنطقة. نعم، نذهب معك إلى باقي الصحف الأمريكية مشاهدينا في تقرير أعدته مراسلتنا هناك في واشنطن داليا الكومو، نشاهد معكم فيه. أعزائي المشاهدين، زملائي في استوديو منشط الصحافة، صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة لأهم ما تناولته الصحف الأمريكية وكبريات المجلات. نبدأ جولتنا بجريدة الواشنطن بوست الأمريكية والتي عنونت توجيه الاتهام إلى ترامب وترشيحه قد يعرضان الديمقراطية وسيادة القانون للخطر. اصطدام لائحة الاتهام الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب بالحملة الرئاسية يمكن أن يقوض الثقة في المبادئ الديمقراطية ومؤسسات الحكومة. ويقول الخبراء إن المؤسسات الأمريكية تعرضت للهجوم مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية بشكل أساسي بسبب تصرفات وأفعال الرئيس الأسبق. وأضافت الصحيفة أنها يمكن أن تقوض الأشهر 18 المقبلة الثقة في الديمقراطية وسيادة القانون مع بدء الانتخابات الأمريكية، حيث يسعى الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض بينما يدافع عن نفسه ضد التهم الجنائية الفيدرالية والتهم الجنائية الخاصة بالولاية. نختتم جولتنا بمجلة نيوزويك الأمريكية والتي عنونت بوتين يسلم رسالة فضلة حول الحد من الأسلحة النووية. الرئيس فلاديمير بوتين لديه رسالة مباشرة للزعماء الغربيين حسب نيوزويك. فمع استمرار التوترات النووية في التصاعد بين كل من موسكو وواشنطن، قال بوتين خلال منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي: لدينا أسلحة نووية أكثر من دول الناتو، إنهم يعرفون ذلك ويواصلون دفعنا لبدء مفاوضات لتقليصها. وقد ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب نيوزويك وهو يتحدث في سانت بيترسبرغ أثناء إجابته على الأسئلة في المنتدى، ووجه رسالة قاسية إلى دول الناتو فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاقيات النووية، جاءت في عقب إعلانه أن روسيا نقلت رسميا بعض الرؤوس الحربية النووية إلى بيلاروسيا كما وعد سابقا لرئيس بيلاروسيا وحليف الكرملين. وشدد بوتين مع ذلك على أنه لا يرى حاجة فورية على حد قوله لروسيا للجوء إلى استخدام العنف ومثل هذه الأسلحة في حرب الروسية مع أوكرانيا، وقال إن تحريك الرؤوس الحربية بالتحديد كعنصر من عناصر الردع ليست غافلة عن هذا الظرف، حتى يفكر جيدا كل من يرغب في إلحاق الهزيمة علينا. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، نعود بكم مجددا لاستوديو منشأة الصحافة، وكانت معكم داليا الكومي من العاصمة الأمريكية واشنطن. دمتم في أمان الله.
كل الشكر يا زميلة داليا الكومي من واشنطن على هذا التقرير. نذهب معكم مشاهدينا في الاندبندنت عربي. معارك السودان تشرد 2.5 مليون وطرق دارفور ملأة بالجثث. الأمم المتحدة تطالب الدول المجاورة بإبقاء حدودها مفتوحة، والسعودية تدعو طرفي النزاع إلى التهدئة. تقول الصحيفة في التفاصيل أن الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شردت أكثر من 2.5 مليون سوداني بين نازح ولاجئ، لا سيما في دارفور حيث الشوارع ملأة بالجثث بحسب ما قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء. وإذا كان الهدوء يخيم حاليا على العاصمة الخرطوم، فإنه في الجنينة المدينة الأكثر تضررا من الحرب والواقعة في إقليم دارفور حيث تدور أعنف المعارك. الشوارع المهجورة ملأة بالجثث والمتاجر تعرضت للنهب، ومنذ أيام يفر سكان الجنينة سيرا على الأقدام في طوابير طويلة حاملين معهم ما تيسر على أمل الوصول إلى تشاد الواقع على بعد 20 كيلومترا إلى الغرب. نذهب معكم مشاهدينا إلى المقال بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة السبيل يحمل عنوان سلاح جديد يظهر في معركة جنين. يشير فيه كاتب حازم عياد إلى اهتمام وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة مضادة للدروع لم يحدد نوعها. السلاح الجديد إن صحت الأنباء يمثل نقلة نوعية في المواجهة مع الاحتلال، لينضم للعبوات الناسفة الجانبية التي شهدت تطورا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، سواء من حيث الكم أو النوع التي بلغت إحداها 40 كيلوغرام. المعركة التي أدت إلى إعطاب 5 آليات تابعة للاحتلال وإصابة 8 جنود، إصابات بعضهم وصفت بالخطيرة وألحقت أضرارا بمروحية تابعة للاحتلال، فاجأت الاحتلال وغيرت قواعد اللعبة بحسب ما نقل عن القيادة الوسطى في جيش الاحتلال التي أرادت عملية فاشلة عكست نقصا حادا في المعلومات الاستخبارية وضعفا واضحا في أداء القوات المهاجمة التي خاضت معركتها بشكل معكوس لفك الحصار عن قواتها المهاجمة وسحب آلياتها المعطوبة من أرض المواجهة. تبقى المعضلة الكبرى للاحتلال حسب الكاتب هي إطلاق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة يصر عليها وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، في حين يخشى قادة الاحتلال الأمنيين من مواجهة على كامل مساحة الضفة الغربية تتسع تلقائيا لتشمل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، والأخطر من ذلك الأراضي المحتلة عام 48، معركة لا زال الاحتلال غير قادر على التنبؤ والتحكم بتفاعلاتها الداخلية والإقليمية أو حشد موارد كافية لها في المدى المنظور. مشاهدينا نذهب معكم إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا نذهب إلى الكاريكاتير مع ضيفتي دكتورة نورة المجيم وتعليقك على هذا الكاريكاتير من صحيفة العربي الجديد وأيضا في نفس سياق يعني المقال قبل قليل. نعم، يدل أن هناك على مشارف عمليات عسكرية واسعة للقوات الاحتلال الصهيوني اتجاه مناطق الضفة الغربية، هم على تعزيز قوي لتلك القوات على تلك المناطق، بمعنى أن هناك مزيد من التصعيد والقتلى للشعب الفلسطيني. أيضا تصوير الكاريكاتير بأنها مثل دبابة على شكل يعني كرسي للأطفال وهو يعني يرمي في كل الاتجاهات. نعم نعم، الاحتلال القوات الاحتلال الفلسطيني لا تعرف الصغير والكبير، بعيدا عن المجتمع الدولي أن يكون هناك في قرار حاسم لوقف تلك نعم، أتمنى إن شاء الله يكون هناك في قرارات لمجلس الأمن الدولي في وقف تلك البشاعة الاحتلال للشعب الفلسطيني. نعم، إذا بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني لأن أشكر ضيفتي الباحثة بشؤون الأسرى والدكتورة نورة المجيم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا شكر موصول لكم لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، في أمان الله.